من مركز عمان للمؤتمرات والمعارض في مهرجان عمان للعلوم في جولة علمية جميلة، تابعونا. ومن الشخصيات العلمية التاريخية المتواجدة هنا في مهرجان العلوم إحدى أكبر الشخصيات المعروفة في التاريخ. أنا عالم موسوعي عربي مسلم، ابن الهيثم الحسن بن الهيثم البصري، ولدت في مدينة البصرة في العراق عام 965 للميلاد. ألفت كتاب المناظر الذي تحدثت فيه عن الانكسار والانعكاس والعدسات، وأبرعت في العديد من العلوم. توفيت عام 1040 للميلاد في القاهرة في مصر. نعم، إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم. رحمك الله. رحمك جميعا الله. بإذن الله. أما أنا طبيب وصيدلاني وفيزيائي وفلسفي عماني، عبد الله بن محمد الأزدي الصحاري، ولدت عام 1033 ميلادي في صحار. ومن أهم كتبي ومؤلفاتي هو كتاب الماء، يعتبر أول معجم طبي لغوي في التاريخ. مجموعة من الطلاب زوار معرض العلوم، نتعرف عليهم. محمد علي الريامي من مدرسة بهلة. هشام بن محمد اليحيائي من مدرسة بهلة. الخليل بن أحمد بن سيف الوردي. أحمد بن بدر المفرقي من مدرسة بهلة. إيش رأيكم في المعرض اليوم؟ إيش استفدتوا في المعرض؟ المعرض والله جميل وكبير، استفدنا واجد، يعني خاصة اللي شرحه الابتكارات العلمية. أنا عندي جانب في الابتكارات العلمية وأحب أشوف الأشياء والاختراعات. إيش الابتكارات اللي تهتم فيها؟ الابتكارات العلمية. مثل ويش؟ مثل في ابتكارات معينة أنت حاولت تشتغل عليها؟ هي نعم، اشتغلت على ابتكار مراقب المضخة الذكي، وهذا اللي بداية هذه السنة. أنا شفتك شال كيسة، وش شاري؟ شريت بعض الأشياء العلمية اللي هي تحتوي على بطاريات وكهرباء، عشان أتعلم منها وأخذ فكرة منها وأطور نفسي بهذه الأشياء. تنصح زملائك اللي في المدرسة يزوروا هذا المكان؟ إيه. إيش تقولهم؟ تعالوا هنا، لأن هذا المكان واجد كبير وواسع. السلام عليكم شباب، كيف حالكم؟ خير. من اسمك؟ أحمد. وإنت؟ محمد. إيش رأيكم في المعرض اليوم؟ حلو. وإنت محمد إيش رأيك؟ حلو. إيش استفدتوا اليوم من المعرض؟ معلومات استفدنا أشياء كثير. شفت كيف يعني يصنعوا الأشجار، كيف يسووا الحليب. أحد الشخصيات الفلكية المتواجدة هنا في مهرجان العلوم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، معكم جاليليو العالم الإيطالي الفلكي. ولدت في بيزا بإيطاليا، لي إسهامات كبيرة في الفلك والرياضيات والفيزياء كذلك. نعم، جئت إلى هذا المهرجان وبهرت حقيقة، ولأن هذا المهرجان يضم الكثير من العلوم والإنجازات والاكتشافات التي من عبر التاريخ من القديم والجديد. وما أدهشني في هذا المهرجان الجميل أنه يضم ويستهدف الشريحة الصغيرة في العمر والكبيرة أيضا، فهو شامل للجميع. ومعنا أحد الشخصيات المعروفة بالمكياج السينمائي إبراهيم القساسي، المشاركين هنا في مهرجان العلوم. يا هلا بك والله، حياكم الله وتشريف. طبعا احنا مشاركين في تجسيد شخصيات لمدة أسبوع. أهمية هذا التجسيد الشخصيات، نعرف الطلاب المدارس على هذه الشخصيات، بعضها عمانية اللي هي منضمة في المسجلة في اليونسكو، اللي هي 7 شخصيات عمان.
فمدة أسبوع كل يوم نعمل شخصية في بعضها عمانيات والحين نعمل في شخصيات عالمية. إبراهيم طبعا هذه ما أول مشاركة لكم، صولات وجولات في مثل هذه في تجسيد هذه الشخصيات سابقا؟ نعم، لا هي ما أول مشاركة الحمد لله، في مشاركات كثير في معرض الكتاب، نشارك في مثل ما شفت اليوم في مهرجان العلوم، وشاركنا نفس الشيء في دولة قطر، وبإذن الله مشاركات نفس الشيء خارجية راح تكون مثل ما قلت لك اللي هي تجسيد الشخصيات، أي شخصية مثل عالمية أو محلية يعني اللي انضمت في اليونسكو الشخصيات العمانية، وهو الهدف مثل ما قلت لك أنه تعريف الناس على هذه الشخصيات اللي مدركة في اليونسكو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن فريق ابتسامة التطوعي تحت مظلة جمعية الأطفال أولاً، شاركنا في معرض عمان للعلوم بهدف توعية العامة الأطفال والكبار وعرض أحدث التقنيات في طب الأسنان. هذه كانت تغطيتنا في مهرجان عمان للعلوم، نتمنى أنكم استمتعتوا في هذه التغطية الجميلة. معكم محمد الهاشمي لعمان مينيا للإنتاج الفني.